السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة بسكوت اقتصادية وعلى قد الايد، بدون سمنة ولا زبدة ولا بيض، كمان بدون بيض. ايوة حبايبي، وهيعجبكم جدا، وطريقته سهلة وبسيطة وما بتاخدش اي وقت. اهم حاجة الطعم يا وايدة، صدقوني مش هتفرقوا بينه وبين طعم البسكوت اللي معمول بالبيض والسمنة او الزبدة. هيتاكل جنبي كوباية شاي سادة، كوباية شاي بحليب، واحلى ما فيه انه مقرمش وطعمه جميل جدا. يلا بقى لايك وشير كتير، واللي مش مشترك اتمنى يشترك. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة وافضل السلام. دي نص كوباية زيت، نص كوباية سكر بودرة، ولازم ننقله عشان بيبقى مكتل حبايب قلبي، عشان ما يبوظش الوصف. خلاص نخلنا السكر، هنقلب السكر مع الزيت حلو جدا لغاية ما السكر يدوب مع الزيت. في الوقت دوت هضيف كيس من الفانيليا، بيدي ريحة حلوة للبسكوت، وهضيف عليهم معلقة كبيرة من النشا، وبرضك هقلب المقادير حلو جدا. وهكون محضرة ربع كوباية من اللبن، لبن الحليب، ممكن تحطيها ربع كوباية من عصير البرتقال براحتك، وممكن تكون مية لو ما عندكيش كمان لبن، وهيطلع حلو يا ويدا. هيطلع حلو. ودول كوبايتين من الدقيق، ودي معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات. هنلم بردك العجينة، مش هنعجنها، النواعم ما بتتعجنش يا حبايبي. بصوا بالمعلقة، انا كنت سايبة معلقتين من الدقيق، ليه؟ علشان خاطر لو احتجتهم لقيت العجينة محتاجة المعلقتين دول اللي رحت ضيفاهم، يبقى هو خد ايه؟ معلقة نشا وكوبايتين من الدقيق. لميت العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لقيتها مظبوطة معايا. جبت كيس الحلواني وبردك حاطه فيه القمع اللي انتوا شايفينه. القمع ده حبايبي بتاع بلح الشام، اما بنيجي نعمل بلح الشام بيتعمل بيه. اكون محضره صينيه صاج ايه اللي عندك، مش مدهونه اي حاجه. وهنشكل البسكوت، التشكيله اللي انت حباها هتعمليها، طريقته سهله وبسيطه ومكوناته فعلا على قد الايد وما بياخدش اي وقت. انت هتعمليه وتحطيه في الفرن وتكوني مسخنه البراد على النار، تشربي بقى جنبه كوبايه الشاي الساده، كوبايه الشاي بحليب، براحتك. هنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، ياخد لون من تحت، هنطفي من تحت ونولع الشواية، ياخد اللون الجميل الذهبي بتاعنا. بتعملي ايه يا هويدة؟ معرفش، انا جيت بطرف صباعي كده وحبيت ادي شكل للبسكوتة وضغطت عليها، خرج من الفرن باللون التحفة ده. هو فعلا تحفة، علشان الفرن بتاعتي بايظة حبايب قلبي، ما بتطلعش اي حاجة عدلة، يعني الحمد لله اللي انا بعمل لكم الحاجات دي. والله البوتاجاز تعبني جدا، نفسي اجيب بوتاجاز يكون جديد ويكون بمروحة، بس كل حاجة غليت. ربنا يرحمنا برحمته الواسعة. بصوا جمال البسكوت، حلاوته مع كوباية الشاي، انا بصراحة بحبه مع كوباية الشاي السادة. انتوا بقى بتحبوه بايه؟ يلا بقى أسيبكم في رعاية الله.